هذا أول حلم اللي كنت كان حلمه تحقق لك. جاتني عروض جواز طبعا، باقي ما لقيتش مناسب. والله أنا تخلقت إنسانة كنشوف راسي كاملة الكمولة، يعني ما ناقصة حتى شي حاجة، نقدر نكون أم، نكون زوجة، نكون أي حاجة، يعني كنشوف راسي الحمد لله مكمولة. يعني بزاف ديال الناس يعني كنت قدوة ليهم، وكيتصلوا بيا وكيقولوا لي زعما أنتي ما كتزيدنا قوة وطاقة وبزاف ديال الحاجات، والحمد لله يمكن نقدر نوقف، ما عرفتش. كاين تجريح كثير في التعاليق طبعا، كاين ولكن الله يهديهم. السلام عليكم، معكم فاتي بيلا، الاسم المعروف ديالي فاتي بيلا، واسم الكامل ديالي فاطمة الزهرة، السن 22 سنة، من مدينة طنجة، يوتيوبر مغربية طنجابية. كنت عادية في الدار، ما كان خرج بزاف، ما كانوش عندي صحاباتي، يعني كنت الحمد لله عانيت شوية صراحة. بدأ كيجيو عندي القنوات كثيرة الحمد لله، قبل ما كان كيجي يعني تا واحد، وهذا كي بدا ديالي في 2019، والحمد لله من بديت يعني كان نتا يعني الحمد لله كان صاب شوية بشوية حتى لقيت واحد النجاح. أول حلم تحقق لي اللي هو كرسي متحرك، كنت كنتمناه والحمد لله تحقق لي. هذا أول حلم اللي كنت كنحلمو تحقق لي، باش نخرج ويعني ونتحرك في الدار ونخرج به في الزنقة ونشوف الناس بيه، والحمد لله دابا رجعت كنمشي في الدار فيما بغيت. الصراحة اللي جاو عندي الفنانين كانت فرحة كبيرة، حيت جاو عندي كيعيطوا لي فنانين كيجيو عندي تبارك الله، وكانت فرحة كبيرة. وبديت هذيك هي بداية حياتي، مي جاو عندي فنانين وفرحت بزاف. الحمد لله الحمد لله رجعوا ناس كيبغيوني، وكان حمق عليهم، وهذه هي الفرحة ديالي، هي الناس كتبغيني الحمد لله. شاركت فيديو كليب، شاركت في الحفلات، كانت لي في الحفله في رمضان في 2019 اللي هو كان ميك اب ارتست جواد قنانه هو اللي كان عمل لي ميك اب، وكانت فرحه كبيره يعني رجعت الحمد لله فرحه كبيره في ذكر الايام هذوك. الحمد لله باقي كيعيطوا لي، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي هيدا نبقى حتى نوصل لديك الشيء اللي كنتمنى. كنتمنى ماشي بروجي ديالي اللي حقق لي المدخول ليلي اللي نفرح به، وهادشي اللي كنتمنى باش نكون قادره نشري الحاجات لراسي، حيت بحالي بحال اي بنت يعني كنتمنى بزاف الحاجات نشريهم، نخرج يعني بزاف حاجات، هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله كنتمنى نحققو يا ربي. جاتني عروض جواز طبعا، باقي ما لقيتش مناسب والله الا الشخص المناسب، ولكن ان شاء الله كاينه شي حاجه حق، باقا ما كاينه شي حاجه سيريو بحق، ان شاء الله الا كانت شي حاجه سيريو راه غنبارطاجي مع طنجاوي ان شاء الله يا ربي. انا تخلقت انسانه كنشوف راسي كامله مكموله، يعني ما ناقصه حتى شي حاجه، نقدر نكون ام، نكون زوجه، نكون اي حاجه، يعني كنشوف راسي الحمد لله مكموله. فخوره براسي بزاف، حيت عطاني ربي واحد الابتلاء وانا فرحانه به، يعني الحاجه ديال الله سبحانه وتعالى راه غنكون فرحانه بها فرحانه بزاف. يعني بزاف ديال الناس يعني كنت قدوه ليهم، وكيتصلوا بيا وكيقولوا لي زعما انتي ما كتزيدنا قوه وطاقه وبزاف ديال الحاجات، والحمد لله انا هذاك الشيء اللي خصني هي نزيدهم في القوه، وما تفقدوش الامل في الحياه، حيت الحياه زوينه بزاف، خصكم غير نتوما كيفاش تعرفوا تصرفوا فيها. انا هادشي اللي كيفرحني هو الناس اللي كتعيط لي وكتقول لي انا بسبتك بس زديتيني قوه وعطيتيني واحد الطاقه ايجابيه في الحياه، وفرحتيني، حيت الصحه هي كل شيء طبعا، ولكن الانسان ما يفقدش الامل في الحياه، حيت والله انا واخا مريضه ولكن قويه، وكنواجه الحياه باي طريقه، وكنتمنىكم نتوما دائما تبقاو قويين، وانا هادشي اللي كيفرحني بزاف. صراحه انا كنتصدم في الناس اللي عندهم الصحه ديالهم وكل شيء ديالهم، وكيفكروا في انتحار في الحاجات الخايبين، بالعكس ما تفقدوش الامل في الحياه، واخا تكون عندكم صحتكم خصكم تحمدوا الله عليها وتشكروا. شوفوا انا خايكت الحمد لله ناقصه، ما كنقدرش نوقف على رجلي، ما كنقدرش نعمل شي حاجه تراتي بزاف بالمساعده ديال خوتي ولا ديالي، ولكن شوفوا دائما ضحكه، يعني ما تفقدوش الامل في الحياه، راه الحياه جميله جدا، والله يخلي لكم صحتكم وحمد الله دائما وابدا.
هاد المرأة كنقول لكم كل عام وانتم أجمل نساء العالم، كل عام وانتم قدوة لنا وقدوة المجتمع ديالنا كامل، وانتم هما كل شيء، رب لبيكم ما كاين والو، تبارك الله عليكم يا ربي الله يحفظكم. هذه حادث اللي وقع لي اللي هو مزيون، هي الحمد لله رجعت عندي خدمة، يعني الحمد لله عندي واحد المدخول اللي هو ديال الإشهارات وديال القناة ديالي، حيت أنا كنخدم على القناة ديالي بزاف وكنحاول بارطاجي مع الناس، يعني رجعت عندي واحد مهمة كبيرة عند الناس وكنحاول يعني نزيد القدام اكثر من هيدا، باش ان شاء الله يا ربي نوصل لديك الشيء اللي كنتمناه يا ربي. رسالتي للبنات اللي بحالي اللي مراد، ما تفقدوش الامل في الحياه، حيت الحياه زوينه بزاف بزاف بزاف، الصحه كافحوا وقراو ووصلوا، حاولوا توصلوا، حيت الحياه ما كتوقف على حتى شي حاجه وربي غيسلكم، وكنتمنى ما تفقدوش الامل في الحياه نهائيا حيت ربي كبير. إذا كان شي انتقاد مثلا معوض يعني مزيان نقدر نخدم عليه عادي بالحق، إذا كان شي انتقاد ما كيستاهل شي علاش غادي نجاوب عليه؟ بالعكس لا، باش كاين تجريح كثير في التعاليق طبعا كاين، ولكن الله يهديهم. كنقدم الشكر للام ديالي والاب ديالي وخوتي، وكنحمق عليهم، واللي فان ديالي راه كنعشقهم بزاف كنحمق عليهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.